ناكد كنعاود ناكد ان جمعيه نجوم الحصبه اللي كيقودها عبد ربي نجيب العسكري ما غاداش توقف، ما غاداش توقف هنا، غتوقف على 15000 درهم. فانا كندعمها من النهار اللي بديت خرجتها للوجود انا هذه الجمعيه، ومن النهار بديت وانا كندعمها، نتحدى اي واحد عطاني شي درهم. كندعمها من النادي الخاص وباقي غندعمها من النادي الخاص. ولذلك انا كنبغي ننور الراي العام بان جمعيه نجوم الحصبه، لانهم اتصلوا بيا في النانا وحتى اللي معايا في المكتب قال لي نجيب انت واش خديتي شي دعم؟ ما خدتش دعم، انا ما عنديش شي دعم من شي جهه معينه. ولذلك انا جمعيه نجوم الحصبه ما غاداش توقف، كنقودها انا عبد ربي، ما غاداش توقف، كنخسر عليها من المالي الخاص ومازال غنخسر عليها من المالي الخاص. وليس ماشي زعما في حق الجمعيه، ولكن حبا في المنطقه وفي حق المنطقه ديالنا مول البرقي، لان كنفتخر بها وكننتمي ليها. تحية لكم كمنابر إعلامية، التواصل الدائم ديالكم معنا والاستدعاء ديالكم لتوضيح بعض الأمور للرأي العام ما يخص بطاقة تعريفية لعبد ربي نجيب العسكري أو نجيب صديق رئيس جمعية نجوم الحصبة للتنمية والثقافة والأمين المحلي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب فرع مول البرقي. فالتواجد ديالي اليوم معكم هو توضيح الرأي العام بعد المغالطات وبعد بعد الادعاءات المشبوهة في حقنا احنا كجمعية نجوم الحصبة للتنمية والثقافة، والتي تتعلق بواحد اتفاقية شراكة اللي كتجمعني احنا كتجمعنا كجمعية مع جماعة مول البرقي. ولذلك انا جيت هنا كنتواجد معكم على اساس توضيح بعض الامور، وهي الدعم المرصود من طرف جماعة مول البرقي، لأن احنا كجمعية نجوم الحصبة للتنمية والثقافة، وموافاة جماعة مول البرقي التقرير الأدبي والمالي سنويا. هذا احنا وافينا جماعة مول البرقي بالتقرير السنوي، التقرير المالي والأدبي جماعة مول البرقي، واللي بغى يطالع عليه من أعضاء المجلس أو كذا راه هو في احنا وافيناهم به. ولذلك أنا هذا ما كنسميهش دعم. أولا إذا كان هذا الكائن السياسي أو هذا الكائن فضائي بغى يركب علينا احنا كجمعية، فما غاديش نسمح ليه ولو يكون الأخ ديالي، ما غاديش نسمح ليه بتاتا أنه يستغلنا احنا كجمعية في الأهداف ديالو والمصالح ديالو السياسية. هذا بالنسبة لي لهذه الشراكة فهي ما كتعنيش أنه دعم، ما كتعنيه هو بخي بالنسبة لنا احنا، يعني خلاص ديالنا كنقوموا عندنا واحد الفصل هنايا عندنا واحد الفصل ثالث بالالتزامات ديالنا احنا كجمعيه، تلتزم جمعيه نجوم الحصبه للتنميه والثقافه بالتعريف بفن العيطه وتتميم التراث الشعبي المحلي والتنشيط الفني خلال انعقاد المواسم التاليه سيدي عبد الرحمن مول البرقي وسيدي عبد الرحمن مول السر وزاويه مول عبد الله بن حسين. واش في نظرك السيد المسؤول او السيد الرئيس، انت في نظرك هاد 15000 درهم هنايا غنقوم بها باحياء هاد المواسم بثلاثه في نظرك؟ شنو تنزعك ريادة السيد الرئيس؟ هذا راه ماشي، هذا بعدا ماشي دعم، هذا راه غير خلاص ديالنا باش نقوموا بهذاك الدور ديال التنشيط والاحياء. ولذلك ماشي دعم، الا كان دعم خصك تحيد لي هذا الفصل من الشراكه، تحيد لي هذا الالتزام الفصل الثالث السيد الرئيس، ها هو هنا حيد لي هذا الفصل الله يجازيك بخير، حيد لي هذا الفصل، هذا نقدروا نسموه دعم. اما باش تستغلنا احنا كجمعيه في الاهداف والمصالح ديالك السياسيه فما غنسمحش ليك بتاتا، ما غنسمحش ليك، نقدر نتجه معك للقضاء. ولا عندك شي بروف بانك كدعمني، عمرك دعمتي احنا جمعيه نجوم الحصبه، عمرك دعمتيها وعندك شي وثيقه من غير اتفاقيه الشراكه ديال 2022، فتفضل مرحبا انا موجود، فمرحبا. نجيك من واحد الشق اخر، وحضرت لدوره المجلس اللي دارت انعقدت في 7 فبراير 2023 وعطيتك واحد المقترح وواحد الطلب وفي نفس الوقت انه برنامج ومقترح وبرنامج تنموي للمنطقه، لان العمود الفقري ديال المنطقه مول البرقي راه هو التراث اللامادي ديالها، وكيتجلى في التبوريده وفي التراث الشعبي الاصيل ديال المنطقه، هذا الشيء باش معروفه مول البرقي. ولذلك انا دافعت بشراسه والفيديو راه كاين على التراث المحلي، ولكن تفاجأت بانك انت اول المصوتين ضد هذا البرنامج التنموي، لانك باغي انت مثلا تنمي المنطقه، فهذا برنامج تنموي مصغر للمنطقه، هذا برنامج تنموي مصغر، ها الكويزي ديال الجماعه ديالكم ها هي. وتقدمت بها الطلب وناقشناه في الدوره ودافعت بشراسه كاينين فنانه معايا ودافعت عليهم، لان التراث المادي ديالنا كيتجلى في التراث ديال المنطقه مول البرقي، كيتجلى في التبوريده وفي التراث الشعبي الاصيل المحض، وحنا عندنا غيره على المنطقه. وعطيتك واحد المشروع وانا غنقراه للساده باش تنوير الراي العام السيد الرئيس. الى السيد رئيس المجلس الجماعي لمول البرقي،
الموضوع طلب تجديد اتفاقية الشراكة بوجود مولانا الإمام. وبعد علاقة بالموضوع المشار إليه، أعلاه يشرفوني أن أتقدم إلى جنابكم الكريم بطلب هذا لأجل تجديد اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة وجمعية نجوم الحسبة للتنمية والثقافة، والتي سوف تنتهي صلاحيتها خلال شهر مارس المقبل. كما نطلب من جنابكم الكريم الرفع من قيمة المنحة المرصودة من طرف مجلسكم الكريم إلى 100,000 درهم، 100,000 درهم، وذلك من أجل القيام بأنشطة طيلة السنة ولما تنظيم مهرجان ربيعي بالمنطقة. وهذه اللي كنطمح ليها، كنطمحوا ليها احنا كفنانة ولاد المنطقة وكجمعية نجوم الحسبة، كنطمحوا ليها، وهو تنظيم مهرجان ربيعي بالمنطقة. ناهيك سيد الرئيس عن إحياء السهر على تأطير 3 مواسم بالمنطقة، هذا الشيء كامل غير ب 100,000 درهم، هي ما كافياش، ولكن أنا غنجيك الشق الثاني علاش غتكفيني أنا. سيدي عبد الرحمن مول البرقي ومول عبد الله بن حسين وسيدي عبد الرحمن مول السر وكاد الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة، الذكرى السامية لعيد العرش المجيد وعيد المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال، هذا الشيء كامل سيدي الرئيس اللي سمعتيه كامل غير ب 100,000 درهم. هي راه ما غتكفيش، لا درتي البيوتجي ديالك السيد الرئيس راه ما غتكفينيش، ولكن انا بصفتي كول الدومين ومن ذوي الاختصاص الفنانه كاملين صحابي، لان الفنان اللي كيخدم ب 10,000 درهم ولا 15,000 درهم في وجهي انا وعندي علاقه طيبه معاهم غنجيبها ب 5,000 درهم وغيخدم وغيعاوننا على تنميه المنطقه. بالنسبه غنجول للخياله، الخياله عندنا شرف البحراوي صديقنا وحبيبنا وخونا وصاحبنا وباغي يتعاون معنا، غنوجدوا ليه غير الحبه والبارود ديالو السيد الرئيس والمؤونه ديالو وغيتعاون معنا. هذا هو اللي كنسميه انايا، هذه هو اللي كنسميه انا مشروع تنموي بسيط، هذا غير 100,000 درهم، شنو هي 100,000 درهم؟ واش غندير انا غنديرها في جيبي انا؟ انتم الدور ديالكم سيد الرئيس هو التتبع فقط، تجي دير كرسي وتفرج مع راسك صافي والتتبع، ولكن نتوما عندكم تسيير عشوائي وغير محكم. اما البروجي ديال اما نسموه بروجي ديال المواسم خصهم يتعطاو للجمعيات ماشي الجماعه ببوند كوموند ولا شي حاجه بحال هكايا، يعني باش خصو يتعطى للجمعيات، الجمعيات هذا هو اللي تسير هذا الشيء. وانا عطيت واحد النموذج واحد المشروع مصغر وتنموي للمنطقه، هذا راه كنسميه انا مشروع تنموي للمنطقه، لان احنا كفنانه كندافعوا للتراث المحلي ديالنا وما لقيناش شي المساعده منك سيدي الرئيس. ما تجيش تقول انا كندعم جمعيات، دعم جمعيه نجوم الحصبه، نجوم الحصبه ما واقفه عند باب حتى واحد، نجوم الحصبه انا كندعمها بمالي الخاص وحاليا باقي كندعمها بمالي الخاص، عام ونص دابا كندعم الفنان اللي معايا وهم مستعدين يشهدوا، وفنان اللي جاو استدعيتهم حياو الموسم البرقي راه كاين اللي عطيت 5,000 درهم انا سيدي الرئيس، وعطيت 4,000 درهم من مالي الخاص، وإلا عندك أنت شي بروف سيدي الرئيس أنك عطيت لهذ الفنانة وخلصتيهم فتفضل أنا موجود. هذ الفنانة أنا عطيتهم من مالي الخاص ومازال هذ الجمعية ومازال ما غنوقفش هنا، الجمعية مازال غندعمها من مالي الخاص، مازال من مالي الخاص وغنستعان بأعيان ديال المنطقة، لأننا حنا كجمعية كنمثلوا مول البرقي، ما كنمثلوش مول البرقي فقط، مول البرقي كنمثلوا مول البرقي وكنمثلوا حد حرارة، نمثلوا دار القيد سي عيسى، حنا كجمعية تما محلية. ولذلك غنستعينوا باعيان ديال منطقه حد حراره، منطقه مول البرقي، منطقه دار القيد سي عيسى، جمعيه السحيم، كلشي غيمدينا يد المساعده. لذلك ما غنوقفش انايا على 15,000 درهم، 15,000 درهم ما كنخسر اكثر منها، انا خسرتها على الفنانه، خسرت اكثر منها سيد الرئيس. غير في موسم مول البرقي 3 ايام وانا تنجري وتنخسر من عندي، من المؤونه، من كلشي من عندي، كلشي من عندي. غير حبا في المنطقه وحبا في تنميه المنطقه، حبا في المنطقه وليس حب في شي حاجه اخرى. ومازال اقولها واكررها، كندعم الجمعيه من مالي الخاص عام ونص دابا، وإلا عمرك عطيتني شي حاجه وعندك شي وثيقه من غير هذه سيدي الرئيس فانا مستعد، ها عنقي وها ايدي يا سيدي الرئيس، ما بقاش تضلوا الراي العام. 15,000 درهم راه ماشي دعم، راه عطيتيها لنا هكا خلاص كبخي ديالنا، لانك دايرين في الفصل هنايا الثالث عندنا التزام معك باحياء الموسم 3 سيد الرئيس، وانا عطيتك واحد البرنامج مصغر تنموي مصغر، دعمنا ب 100,000 درهم، دعمنا الجماعه وليس انت الجماعه، ولكن تفاجئنا سيد الرئيس، يعني جوج اللي صوتوا الحق اللي لصالح ديالي، جوج الاعضاء مشكورين لانهم عارفين شنو كاين، اما اللي صوتوا ضدي راه ما عارفينش حتى المضمون ديال الطالب بعدا شنو هو، ما عارفينش حتى المضمون، لان كنعرفوا كل واحد والمستوى ديالو الدراسي سيد الرئيس. وتحياتي لكم وشكرا. نموت على تراب منطقتنا، ولذلك ما غنسمحوش لاي كان انه يمسح فينا رجليه، يمسح في جمعيه نجوم الحصبه للتنميه والثقافه رجليه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.